يا رب، ايش رايك آمين. نروح لخبر بسم الاسبوع؟ الله. يلا، خبر الاسبوع من صحيفه سبق، وهو واحد من الاخبار اللي عليها كثير من الحديث، يعني من بدايه الاختبار الى اليوم، بدء اختبار المعلمين والمعلمات الراغبين بالحصول على الرخصه المهنيه. نتابع. أنهت هيئة تقويم التعليم والتدريب الاختبار التربوي للمعلمين والمعلمات الراغبين في الحصول على الرخصة المهنية، حيث توافد عدد كبير من المعلمين والمعلمات على المقار التي خصصت في الكليات والجامعات بمختلف أنحاء المملكة لإجراء الاختبار التربوي، وذلك ضمن شروط الحصول على الرخصة المهنية التعليمية لشاغلي الوظائف التعليمية أو المتقدمين على الوظائف التعليمية، وذلك للسنة الثالثة على التوالي، وبهدف تطبيق إجراءات اختبارات الرخصة المهنية بعد أن أجري في العامين الماضيين، والتي تتطلب إجراء اختبار تخصص واختبار تربوي عام. شكرا للزميل أحمد عبد الكريم، تفضل دكتور. شوف، أنا في نظري حق الناس بالصحبة بعد الوالدين هم المعلمين، يعني أنت صنيعة معلمين وأنا صنيعة معلمين، كل الموجودين الآن هم صنيعة معلمين، هذا اللي يسمى الجند المجهول. أتذكر من باب الإنصاف أنه مرة رئيسة وزراء ألمانيا ميركل قالوا لها، القضاة قالوا لها نبغى ترفع رواتبنا زي المعلمين، قالت ويحكم كيف أساويكم بمن علموكم، كيف نساويكم بهؤلاء، مستحيل. لذلك انت تجد في كل دول العالم رواتب المعلمين عاليه، لهم تقدير خاص، لهم كذا. نجي طال عمرك لا حديث يعلو على موضوع الرخصه. الرخصه انا في نظري هي تجديد للطاقه، تجديد لمواهب المعلم، تجديد لمهاراته. اتمنى اني كنت معلم وتجي هذه الرخصه، لانه كثير ناس قالوا يا احمد رجعونا الجو المذاكره والحفظ و و و الى اخره. فكرة جميلة ولا حد يعترض عليها، وهي بعد 2024 حتكون إلزامية مربوطة بالعلاوة، يعني أي مدرس لا يحصل على رخصة سيتعب. لكن احنا دائما وزارة التعليم تتقبلنا وتتقبل. أنا رصدت بعض الملاحظات اللي استقيتها من المعلمين الحقيقة. تفضل. طال عمرك أول شيء أنه اختبار مرة في السنة، وأنا أعتقد ما شاء الله كم عدد المعلمين والمعلمات، يمكن يجون لهم 700-800 ألف. أنا أعتقد لو يكون زي اختبار التوفل الإنجليزي كل 3 شهور، طالما أنه برسوم والجامعات تستفيد. أما نجلس إذا ما حصلت على السنة ذي السنة الجاية، أنت عندك سنتين الآن وتصير إلزامية، كم عدد اللي ما أخذوا؟ ما تقدر تخليه مرتين. لو تصير مثلا، أنا أعتقد أنه 4 مرات في السنة يعني منطقي ومعقول. اثنين، طال عمرك أغلبية أسئلة الاختبار لا تتعلق بمواد تعلمناها وغير مرتبطة بالحياة المهنية، يعني مثلا تجي أسئلة بعيدة كما يقولون عن اهتماماتهم، يكون هو تخصصه أحياء، يجي أسئلة وليست في التربية ولا في التعليم، أسئلة يسمونها تنشيط الذكاء أو الذكاء العاطفي أو كذا. هذه واحدة. اثنين، قرار الرخصة قرار صائب. قرار الرخصة قرار صائب ومنصف فقط في اختبار التخصص، أما الاختبار العام فغير منصف. يقول يعني إحنا مثلا بعض التخصصات العلمية ترى ما عندهم بعد في المسائل النظرية اللي تحتاج استرسال أو كذا، هم طبعا حطوها بشكل كبير. ثلاثة، بعض الأربعة بعض الأسئلة الاختبار تكون جميع خيارات إجابات صحيحة، كلها صحيحة، ولكن هم يبحثون عن الأدق في الصحة كذا قالوا، وهذا موضوع غريب إذا تم، إذا كان صحيح. غالبية معلمي مرحلة الثانوية واجهوا صعوبات في الاختبار التربوي، ويعود ذلك لعدم حصولهم على الدبلوم التربوي. بعضهم ما عنده، أنا ما عندي دبلوم تربوي، درست وحطونا على مستوى الرابع، فيجون صعوبة. اقتراح إقامة، وهذه أنا أعتقد لازم منها، اقتراح إقامة دورات تطويرية خاصة بالمعلمين لتقوية هذا الجانب. أنا أتذكر مثلا من دخلت التوفل أو الآيلس تأخذ دورات، تقدر تأخذ دورات تجريبية عشان تتقوي. أحسنت، عشان الآن هي موجودة أونلاين، نعم، في اليوتيوب، موجودة بشكل عشوائي، نريدها تكون علمية وتحت مظلة وزارة التعليم. أبرز التحديات التي تواجهنا كمعلمين في مثل هذه الاختبارات هو عدم وجود منهج معتمد يتم التركيز عليه. هم لو أعطوهم 10 كتب قالوا ضمن هذا، أو طلعوا كتيبات، لأنه لازم يكون في آلية واضحة، أما تدخل كذا أنه مجرد خبرتك صعبة. أيضا من التحديات أن الاختبار يقام كل عام فترة ساعة ونص، وساعة ونص تقريبا دون وجود فترات متقاربة لتعويض من يخفق. أنا خفقت أدخل المرة الثانية بعد 4-3 شهور. يوجد أسئلة لمتخصصي صعوبات التعلم توجه لغير المختصين.
أنت صعوبات التعلم، أنا ما لي ذنب إذا أنا ما أشتغل في موضوع ذوي الاحتياجات الخاصة، ليش تحطها علي تعرضها علي؟ زي زمان مثلا أنه لو عشان تحصل على ماجستير تحفظ ربع القرآن، إذا كان طب وهندسة يكون يجدون صعوبة، فأنا أقصد أنه التعميم يكون صعب دائما. طيب جينا لتقويم التعليم، عاتبوهم الناس قالوا أنه تأثير الرخصة على العلاوة السنوية أو الدرجة الوظيفية ليس من اختصاصنا. هم الآن بعض المعلمين معترضين على ربط العلاوة بالرخصة، بقية القطاعات أنت تترقى سنويا بغض النظر عن الرخصة هم يبغون. فلما خاطبوا تقويم التعليم قالوا معليش هذا ليس من اختصاصنا، هذا ضمن اختصاص موارد البشرية أو جهات توظيفية عليا. أنه هذا هو الاختبار طبعا على ضوء يعني تقريبا يبلغ عدد التخصصات المعتمدة حاليا في الهيئة للمعلمين 38 تخصص. تصور 38 اختبار، 38 قصدي مسار في الاختبارات، اللغة العربية، الأحياء، الإحصاء، الرياضيات. أنا أتمنى أن كلنا مع الرخصة بدون استثناء، لكن ترى ما في قرار يولد كامل، القرار مع الوقت. يعني أنت لو لاحظت التعليم قبل 50 سنة كان يتخرج من سادس ابتدائي يدرس، بعدين صار اللي يتخرج من متوسط يدرس، بعدين اللي يتخرج من الثانوي، بعدين معهد إدارة المعلمين، بعدين ألغوا معهد حطوا الكلية التربية، الآن كلية التربية دخلت. فالعالم في نمو والقرارات في نمو، فقط إنه هذه المعلومات اللي من الطلاب والمتقدمين والمتقدمات تؤخذ بعين الاعتبار ويشوف كيف مراجعتها. جميل. أنا إضافة لكل اللي قلته أتمنى حاجتين. الحاجة الأولى أن يسمع من المعلمين والمعلمات ملحوظاتهم. أحسنت. أنه يصير في حوار مباشر بين المعلمين والمعلمات وهيئة تقويم التعليم ويسمعوا كل الملحوظات اللي صايرة ويتم تفاديها. الشيء الثاني أنه أتمنى أنه هيئة تقويم التعليم تقبل أنها تطلع إعلاميا ونتحاور يعني في أي برنامج إعلامي حول الفكرة، الأسئلة، الملاحظات اللي موجودة، الاستراتيجية الموضوعة لموضوع الرخصة المهنية عشان تتضح الأمور كاملة للناس. لأنه اليوم نعم النطاق هو ما بين هيئة تقويم التعليم والمعلمين والمعلمات، لكن إجمالا على مستوى الثقافة المجتمعية العامة الناس بحاجة أنها تفهم يعني الفكرة وأبعادها. نعم. كاملة. وانت يا أبو يحيى كلامك عين العقل، لأنه انت الحين ترى كم عددهم، ترى أكبر قطاع موظفين عندنا المعلمين والمعلمات. أنا أتوقع أنه في حدود 600 ألف مثلا يعني. إذن أنت أكثر من 6 مليون. أنت لما يطلع معك مسؤول من تقييم التعليم يطلع معك، أنت هتحل إشكاليات أكثر من 500,000. نعم. ليش أنا أقول كذا دكتور معذرة؟ لأن الأسئلة كثيرة. يعني أنت تتابع السوشيال ميديا وتتابع الإعلام وتتابع الصحافة والمجالس، الأسئلة كثير كثير حول موضوع الرخصة المهنية وبحاجة إلى إجابات واضحة وشرح يعني. نعم. وإن شاء الله الأستاذ ابتسام الشهري تسمعنا الآن تحاول أنها تعمل شيء أو مسؤول من هيئة تقويم التعليم. أيوة تتواصل يعني تشبكك مع هيئة التعليم تقويم التعليم وتطلعون في حلقة مهمة. نعم. هذا لكن الأهم من هذا دكتور أنه يسمع من المعلمين والمعلمات حتى خارج الإعلام، حتى بعيدا عن الإعلام. صح. يعني ممكن يصير في حوار أو لقاء. أحسن. ما بين المعلمين والمعلمات وما بين هيئة تقويم التعليم ويأخذوا كل الملحوظات اللي أنت ذكرتها، وأنا متأكد أنه في ملحوظات أكثر. نعم. ترى هي ترى ما تتمحور كلها، ترى 5-6 محاور مش كثيرة. يعني قصدي الموضوع المسافة بين تقويم التعليم والمعلمين ليست بعيدة، أنت تقدر تسدها. يمكن الأسئلة، العلاوة، الترقية، بالضبط، التخصص، نوعية الأسئلة ونوعية الوقت وفترة الامتحان بس. طيب إيش رأيك نروح لفاصلنا الأول؟ بسم الله. هذا فاصل أول في حلقتنا، وبعد الفاصل راح نلقاكم في مزايا الكتب وبرواز. خليكم قلنا